بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعيد معاكم تاني قص الفستونات للملاية بناء على طلب متابعة جميلة كده قالت لي إن هي قصت الفستونات وطلعوا 4 و4 مش 8. فهنعيد تاني معاكم القص إزاي عشان هي تاخد بالها، واللي ما خدش باله ياخد باله تاني كم من مرة. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا حبيبتي، انا معايا دلوقتي الملايه اهي، الملايه انا هقص على ملايه على اساس ان احنا يعني دايما بنقص الفستونات كده على الملايه على طول. لو حابين نقص على كورنيش او حاجه هيبقى برضو بنفس الطريقه، المهم ان احنا ناخد الفكره. طيب انا معايا الملايه اهي، معايا الملايه عرضها ده 2.40 متر، العرض ده 2.40 متر. معايا هنا كده البرسل، القماش طبعا بيبقى متني كده، القماش بيبقى متني كده نصين كده. هنا كده البرسل انا بشتريه من الراجل كده اهو، بشتريه متني كده. الراجل لما بيقص لي القماش بيقصه كده. انا مثلا الملاية معايا 2.5 متر، يبقى انا بقيس كده 2.5 متر من الناحية المقفولة كده، ومعايا من الناحية دي البرسل اهو، خلاص معايا كده البرسل من هنا ومن هنا، تمام اهو انا بشرح بالتفصيل اهو، البرسل ده وده، وهنا القماش مقفول خلاص. طيب انا قست كده 2.5 متر، دول الملاية، دول معايا 2.5 متر الملاية، من هنا كده القماش مقفول ومن هنا كده البرسل، وده عرض الملاية خلاص. بفتح القماش كده بخليه كام؟ بخليه 2.40 متر، بيبقى معايا 2.40 متر كلهم خلاص، معايا اهو 2.40 متر كلهم. باجي اقسمهم كده اهو نصين تاني، انا بشرح بالتفصيل اهو عشان تبقي عارفة اهو كده نصين، بقيت معايا 1.20 متر و1.20 متر. باجي لو انا الكلام ده لو انا عايز اعمل 8، تمام لو انا عايز اعمل 8 فستونات، باجي اقلب كده بقيت معايا اهو 4 اهو، بقيت معايا 1 2 3 4، هعمل 4 فستونات، بتنيهم كمان مرة. معلش هي الورقة الصغيرة معايا مش هتدي، لكن في الملاية بيبقى أكتر من كده وبيبقى واضح قدامك أكتر من كده. بقيت مقطع القماش أهو على 8 خلاص، أنا عايز أعمل 8 فستونات، معايا القماش على 8. أقدر أعمل حاجتين، أخد 15 سنتي كده من هنا، 15 سنتي من هنا، و15 سنتي من هنا خلاص، وادور وادور كده اهو، وادور كده. في ناس بتحط هنا كده الجزء ده غطا حله او اي حاجه مدوره، او ممكن استامبه زي اللي انا وريتها لكم في الفيديو بتاع قص الفستونات كده. وفي ناس زي كده انا بستسهل ان انا اروح عامله كده، اتني القماش كمان تانية كده خلاص اهو، هتني القماش كمان تانية كده خلاص. معايا انا بقى القماش متطبق اهو، لو انا جيت من الناحيه المفتوحه دي، لو انا جيت من الناحيه اللي هي مفتوحه دي وقصيت وعملت الفستونه وقصيت، هتطلع لي 4 و4 لو انا عملت من الناحيه المفتوحه دي. لا انا بركز ان انا اعمل من الناحيه المقفوله دي خلاص، اخلي الناحيه المفتوحه دي هي اللي باخد عليها العلام، يعني دايما اخد العلام على الناحية المفتوحة دي خلاص. بعمل ايه بقى؟ باخد العلام كده اهو 15 سنتي، 15 سنتي، ماخدش العلام من الناحية المقفولة دي خالص، اسيب الناحية المقفولة دي انا هنزل عليها على مفيش. الناحية المقفولة دي باخد العلام، انا هقرب كده الكاميرا، الناحية المقفولة دي ماخدش عليها العلام خالص، الناحية المفتوحة دي هي اللي باخد عليها العلام تمام. باخد العلام كده وبعدين ارجع ادور ادور كده اهو، وبعدين اقص اهو كده طلع معايا اهو، اهو طلع معايا 8
اهو طلع معايا 8. لو انا عايز اعمل اقل هوريها لك، هتكون واضحة، هتكون واضحة. انا لسه معايا الورق ده ما اترماش لسه الحمد لله. لو انا عايز اعمل 4 فستانات كبار كده على عرض الملاية، عندي عرض الملاية اهو، عرض الملاية كده 2.40 متر. لو انا عايز اعمل 4 فستانات اهو بتن القماش كده، بقيت عندي 1.20 متر و1.20 متر زي ما انا جايباه من الراجل، مقفول من الناحية دي اهو، خلاص زي ما انا جايباه من الراجل. واجي اقفل كده كمان مرة، بقيت معايا ناحية مفتوحة وناحية مقفولة خلاص، والناحية دي مقفولة خالص خلاص. طيب اجي بقى انا عايز اعمل ال4 فستانات، بال4 فستانات دول بروح تانية كمان تانية كده اهو، بيبقى عندي ناحية مقفولة خالص، ناحية مقفولة خالص وناحية مفتوحة اهي فيها الحاجات دي كده. باجي اخد انا العلام وادور كده، بروح فاتحة الاقي الفستونة كده. انا هحاول اجيب قماشة كده ووريكي عليها على الطبيعة. بصي نشيل الورق كده ونخلينا في القماشة. انا معايا قماشة اهي، القماشة دي بتاعت ملاية ماتشنج انا لسه هعملها خلاص، بس انا مش عايزة اقصها في فستونات ولا حاجة، بس انا هوريكي لما نيجي نقص في فستونات نعمل ايه. انا معايا الملاية اهي اهو، هفردها اهي اهي كده، القماش كده اهو متني، القماش كده متني تمام اهو، ومعايا البرسل من الناحية التانية كده. طيب انا عايز اعمل الفستونة للملاية دي، هعمل ايه؟ هجيب اول حرف الملاية كده اهو، اول حرف الملاية كده اهو، بخلي البرسل كده اهو، وادي الناحية المقفولة، واتنيهم على بعض كده، احط البرسل كده على الملاية من هنا كده خلاص اهو، اهو بقيت معايا كده اهو، بقيت معايا كده 4 1 2 3 4 ناحية فيها البرسل وناحية فيها الناحية المقفولة. طيب عايز اعملهم 8 فستانات، هقفلهم كمان مرة كده 8 اهو، 8 بقوا 8 كده، برضو في ناحية فيها الفستونة ومقفولة كده وناحية مقفولة تماما خلاص. طيب دول بقوا معايا كام؟ بقوا معايا 8 اهو، بقوا معايا 8 خلاص. طيب انا عايز اعمل الـ8 دول زي ما بقولك كده، نقدر ناخد 15 سنتي من هنا وندور كده، وناخد قصادهم 15 سنتي وندور كده، بقيت معايا الفستونة مدورة كده. الأسهل لي اللي أنا بعمله إيه؟ إن أنا باخد كمان مرة كده أهو، بقيت معايا القماش كده أهو، وخلي بالك كويس جدا إن أنا باخد من ناحية البرسل أهو، ناحية البرسل أهو، أنا باخد الإعلام بتاعي من ناحية البرسل خلاص، الناحية دي مقفولة تماما أهي، الناحية دي مقفولة تماما، باخد من ناحية البرسل كده، وبعدين أدور أدور كده بقلم أو بماركة أو بحاجة أدور كده، وبعدين أروح قصة كده، تروح طلعالي الفستونات 8. لو أنا خدت من الناحية دي هيعمل الحكاية اللي حضرتك قلتي عليها، هو أكيد وحضرتك بتقصي كده، وحضرتك بتقصي كده، قصيتي من الناحية دي، قصيتي من الناحية دي، فطلعت الفستونات مقلوبة، طلعت الفستونات مقلوبة. لا حضرتك خدي من هنا كده من ناحية البرسل كده، وخدي العلام وقصي كده، وقصي كده. لو هتتلخبطي، لو هتتلخبطي شوفي بقى صينية عندك تكون المقاس اللي حضرتك عايزة تعمليها، هي غالبا بتبقى تقريبا صينية رقم 30، هي اللي بتعمل معانا الفستونات بتاعت الملاية، الصينية رقم 30 بتعمل فستونات. طبعا احنا عملنا كده 8، عملنا كده 8 فستونات. طيب لو انا عايزة اعملهم 4 اهو، باخد الـ4 كده اهو، 1 2 3 4، وبتني كده وبتني كده، وبرضو من ناحية البرسل اخلي ايدي ناحية البرسل كده، وانا باخد العلام، ما اخدش علام من هنا ابدا، اخد علام من هنا كده تمام، الـ15 سنتي، والفهم ادورهم كده واقص، هلاقي طلع لي فستونة كبيرة كده، فستونة كبيرة كده. وناخد بقى اي عدد احنا عايزينه
على الاساس ده. لو انا عايزه اعمل ستة بعمل كده بقى، القماش مفرود معايا نصين اهو، بروح تانية القماش كده على ستة اهو كده اهو، وبرضو نفس الفكرة اتني كده واخد من ناحية البرسل وقص. تمام، يا رب يكون حضرتك خدت بالك من الكلام ده، واتمنى الدروس بتاعتي تكون مفيدة بالنسبة لكم. واي حد قدامه اي سؤال او استفسار يقول لي عليه، وانا ان شاء الله هجاوبه في الفيديوهات بامر الله. يا رب يكون الفيديو مفيد، وما تنسوش بقى الفيديو لو مفيد تشيروه لاصحابكم وتعملوا عليه اعجاب عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وعدد كبير يستفيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.